شفت ماتش الزمالك مع بترو اتلتيكو ازاي وانت خبير الكرة الافريقية؟ والله انا يعني حظبت ان بيترو اتلتيكو في كل المداخلات او في كل البرامج اللي انا كنت فيها او حتى انا من خلال عملي، وقلت ان بيترو اتلتيكو عنده خاصيه غريبه جدا وبينفرد بيها دونا عن كل فرق افريقيا من سنوات طويله، ما تفهمش الاجيال مش اليومين بتتوارث دول هذه يعني. الحكايه. بيأدي خارج ملعبه افضل مما يؤدي في ملعبه، وصعب جدا جدا انك تكسبه. والكلام ده مش النهارده، الكلام ده بقاله سنين. صحيح، ايام النادي الاهلي في 2002 واحد كان باين. عمل مباراه هنا كبيره جدا، لعبنا كمان في الكونفدراليه وكان كسباننا 1-0 لغايه الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع، شبه هدف المرة دي تعادل بالظبط. اوباما. عشان كده الناس واخداها فالخير ربطنا يعني. ببعض. فهو الفريق ده فريق بيأدي كوره رائعه جدا، بتحس الشكل بتاعه والاداء كده يعني متاثر بالمدرسه البرازيليه، في مهارات عاليه جدا عندهم، لعيبه طبعا محترفين كتير. لكن هقول لك على مفاجاه غريبه جدا، ايه هي؟ كل الناس معتقده انه ساجرادا ده فريق بعيد وانه قليل وانه بيترو اتلتيكو هو خصوصا بعد البطل الهزيمة من العظيم. الوداد كمان. لكن ساجرادا هو بطل الدوري، بطل تتخيل؟ الدوري الانجولي. بطل الدوري السنه اللي فاتت، وهو اللي بيمثل او الممثل الاساسي لانجولا. وساجرادا ده يعني اللي انت هتقابله يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله. السبت الجاي. في بعض الامور لازم نحذر منها الزمالك. زي ايه؟ يعني هقول لك انه زي ما انا قلت نمره واحد انه بطل الدوري، نمره اتنين هذا الفريق من شهرين التقى مع بيترو اتلتيكو وكسبوا 2-1 في الدوري. في الدوري. بس المتصدر دلوقتي بيترو اتلتيكو فارق 6 نقاط، لكن السنه اللي فاتت ساجرادا وهو مركزه حاليا هو التاني. بطل الدوري. هو التاني حاليا. في ميزه هتبقى في صالح الزمالك، الماتش مش هيتلعب في ملعب ساجرادا او في المدينه اللي بينتمي ليها، هيتلاعب في لواندا العاصمة، لأنه الملعب بتاع سجرادة مش معترف مطابق. بيه أو الفيفا أو عفوا الكاف كاف. ما اعترفش بيه، فبالتالي المباراة هتتلعب في العاصمة في لواندا، ودي حاجة كويسة. زي ما عندك أنت فريق من أقصى الشمال وشعبيته في الشمال وأرضه، ويلعب في القاهرة. عنده برضو بعض اللاعبين المحترفين، لكن معظم اللاعبين المحترفين هتلاقي عنده في لعيب من السنغال، هتلاقي فيه لعيب كمان عنده من الكونغو، لعيب في وسط الملعب، هتلاقي الحارس كمان برضه في حارس محترف كونغولي، هتلاقي فيه راس حربة نيجيري، يعني عنده بعض اللاعبين المحترفين. والنادي ده بالمناسبة يعني فاز بالدوري كمان قبل كده في 2005، وتأسس سنة 76، يعني ما اقدرش اقول قديم قوي، يعني بقاله 45 سنة. 46 سنة تقريبا يعني. فالمباراة هتبقى مباراة صعبة، يعني جمهور وهي الزمالك عنق يقلق. الزجاجة، خد بالك. هي طبعا عنق زجاجة عشان النتيجة بتاعتنا مع بيتو اتلتيكو، يعني انت السنة اللي فاتت وهو لما خسرته قصاد الوداد، الحالتين صحيح يخلوا الماتش انا سخن. شفت مباراة ساجرادا والوداد، الفريق فريق جيد بس عنده بعض الحاجات اللي انت ممكن تستغلها، يعني ناحية الباك رايت بتاعهم قليلة، ممكن الزمالك جدا من جهة فتوح ان شاء الله، وجهة اذا كان اشرف بن شرقي زراعه في الشمال، او يعني ممكن تعمل منها شغل كويس جدا. شايف انه زي كده القلب الدفاع برضو في برضو بعض الاخطاء عندهم، يعني الباك اليمين باك رايت وقلب الدفاع، الاثنين ولا واحد فيهم؟ لا واحد فيهم، كويس، واحد فيهم واحد حلو. احنا والباك قلنا رايت. هو الوداد كان معظم الماتش بيلعب ناحيه الشمال وبواحد وباتنين وبيكثف فيها جدا، لانه واضح انه اتفرج وعرف. على الفريق ده كتير. ويعني انت ممكن تعمل نتيجه ايجابيه لو في تركيز، ممكن تعمل نتيجه ايجابيه. يعني انت تفتكر الزمالك كان هنا تعادل بالعافيه بصعوبه بالغه مع بيترو اتلتيكو، بس لما راح هناك كسب صحيح بهدف لحميد حميد احداد. احداد. فبالتالي المباراه مش هتكون سهله، هي عنق الزجاجه. ليه؟ لانه الفرقه كلها حاطه في اعتبارها دلوقتي ان ساجرادا هو بعد بقى ما خسر 3 ان هو هيكون ايه؟ الحصاله يعني. الحصاله بتاعت المجموعه، وانك تعمل معاه نتيجه ايجابيه ده لازم هناك عشان تحسن موقفك. لكن وجود فرقتين من انجولا ده في صالح نادي الزمالك. ليه؟ لانه دايما وجود فرقتين من نفس البلد بتبقى مشكله كبيره جدا للفرقتين، لان انت بيفترض ان انت على ملعبك بتكسب ال3 بونت، بره ملعبك بتحاول تاخد حاجه، لكن بتبقى المشكله لما بتيجي تقابل فريق من نفس البلد، خلاص الحسابات ممكن تختلف تماما وممكن تخسر حتى في ملعبك.
يعني اهلي وزمالك لما كانوا بيلعبوا في مجموعه واحده الحسابات كلها قائمه، ما صحيح. تقدرش فبتبقى فرصه انه ممكن مثلا الاثنين يتعادلوا ذهابا وايابا، حلو جدا، يبقوا ضيعوا 4 بونت، خصوصا كان فممكن المنافسه شديده بينهم في كله حتى في الدوري. ممكن ساجرادا مثلا يضرب اتلتيكو في ملعبه في اتلتيكو، هايل جدا، فدي بتبقى ميزه يعني. ففي بعض الحاجات اللي احنا حبينا نوضحها انه الفريق فريق جيد المستوى، ومباراته مع الوداد كان في اخطاء، كان في ضربه جزاء اتحسبت طبعا اللي هو الهدف الثاني للوداد، والهدف الاول كمان كان توقيته صعب، كان في الدقيقه الثانيه في الوقت بدل الضائع، والحكم ادى دقيقتين حتى كان في بدايه الدقيقه الثالثه. فطبعا يعني دي بتفرق كتير جدا لما تخرج 0-0 في الشوط الشوط الاول الاول غير لما تبدا وانت خسران الشوط صحيح. الثاني.